أنا أم. في اللحظة التي عرفت فيها عن مبادرة هاريبو شاملوز أردت أن أكون جزءاً منها. انضممت لفريق من الأمهات لنقضي يوماً كاملاً مع أطفال بحاجة إلى كل الرعاية والاهتمام. قضينا وقتاً رائعاً مع الأطفال حيث قمنا بنشاطات إبداعية وتناولنا الغداء معاً. ما من شعور أروع من مشاركة الحب مع الآخرين. أستطيع القول إني كونت اليوم صداقات رائعة سأحملها في قلبي. أنا ممتنة لذلك.